لدى لقاء سموه بوزير الداخلية السعودي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأن العلاقات البحرينية السعودية ذات ماض تليد وحاضر زاخر ومستقبل باهر، وهي تزداد رسوخا وقوة ووثوقا على مر الزمان، وأصبحت بارزة للعيان كعلامة فارقة في العلاقات الدولية. لافتا سموه إلى أن أمن البحرين هو أمن السعودية، وأمن السعودية هو أمن البحرين، وسنظل دوما شاكرين ومقدرين ما تقدمه المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومؤازرة ولي عهده في صون السلام والأمن والاستقرار، ليس على صعيد المنطقة فحسب بل في العالمين العربي والإسلامي. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر قد استقبل بقصر سموه في الرفاع اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث جرى بحث علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات إلى جانب آخر مستجدات في المنطقة. وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود لسموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادة وشعبا بدوام التقدم والازدهار. وقد رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تجسد ما يجمع بين البلدين من علاقات أخوة تاريخية وتلاحم ومصير مشترك. وقال سموه إن ما يجمعنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة هي علاقات أرسى قواعدها الآباء والأجداد، وإننا على نهجهم سائرون، فنحن بلد واحد وشعب واحد، وما يربطنا أكبر من أن تختزله الكلمات. منوها سموه بدور المملكة الشقيقة في المنظومة الخليجية الأمنية الخليجية والأقليمية لما للسعودية من ثقل سياسي واقتصادي، وما توالي بذله من مساع متواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستظل السند القوي والعضد المتين للأمتين العربية والإسلامية بمواقفها القوية والشجاعة في الحفاظ على وحدة الكلمة والصف ومبادرتها للعديد في خدمة الإسلام والمسلمين. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في الدفاع عن قضايا الأمة بكل عزم وحسم، وما يتبناه جلالته من سياسات وما يتخذه من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من ناحيته عرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بكل ما من شأنه تقوية أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا بما يتمتع به سموه من حكمة في التعامل مع مختلف القضايا بما لدى سموه من تجربة ثرية في العمل العام، منوها بما استمع إليه من سموه من رؤى تسهم في تعزيز التعاون الأمني الخليجي وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.